الجزء الثالث عشر من نهاية الأرض ذكر تعاقد قريش على بني هاشم وبني المطلب، والحياد بني هاشم وبني المطلب إلى أبي طالب ودخولهم في شعب في شعب. قال محمد بن إسحاق غير عن السير: لما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا أطابوا فيه أمنا وقرارا، وأن النجاشي قد أكرمهم ومنع من لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم قبله حمزة ابن عبد المطلب وجعل الإسلام يفشو في القبائل، اجتمعوا واعتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يفتاعوا منهم. فلما اجتمعوا لذلك كتبوا الصحيفة، ثم تعاهدوا وتعاقدوا وتوافقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي، ويقال عمه بغيض ابن عامر. قال الزبير ابن الكلبي ويقال النضر بن الحارث فشلت يده. قال محمد بن عمرو بن واقد: وحصروا بني هاشم في شعب ابي طالب ليلة هلال المحرم سنة 7 من نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانحاز بنو المطلب الى ابي طالب في شعبه مع بني هاشم، وخرج ابو لهب الى قريش وظهرهم على بني هاشم وبني المطلب، وقطع عنهم المير والمادة، فكانوا يخرجون الا من موسم الى موسم حتى بلغهم الكفر، وسمع اصوات صبيانهم من وراء الشعب. فمن قريش من طره ذلك ومنهم من ساءه، وقال: انظروا ما اصابت كاتب الصحيفه. فاقاموا في الشعب 3 سنين، ثم اطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على امر صحيفته، وان الارض قد اكلت ما فيها من جرم ظلم، وبقي ما كان فيها من ذكر الله. قال: فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طالب، فذكر ذلك ابو طالب لاخوته، وخرجوا الى المسجد، فقال ابو طالب لكفار قريش: ان ابن اخي قد اخبرني ولم يكذبني قط ان الله سلط على صحيفتكم الارض فلاحت ما كان فيها من جور او ظلم او قطيعه رحم، وبقي فيها ما ذكر به الله. فان كان ابن اخي صادقا نزعتم عن سوء رايكم، وان كانت كاذبا دفعته اليكم فقلتموه او استحييتموه. قالوا: قد انصفتنا. فارسلوا الى الصحيفه فافتحوها فاذا هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط في ايديهم ونقصوا على رؤوسهم. فقال ابو طالب: علامه نحبس ونحصر وقد بان الامر. ثم دخل هو واصحابه بين اسفار الكعبه والكعبه، فقال: اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع أرحامنا واستحل ما يحرم علينا عليه منا. ثم انصرفوا إلى الشعب، وتلاوم رجال من قريش على ما صنعوا ببني هاشم، فيهم مطعم بن عدي وعدي بن قيس وزعمة ابن الأسود وأبو المختري ابن هشام وزهير ابن أبي أمية، ولبسوا السلاح ثم خرجوا إلى بني هاشم وبني المطلب، فأمرهم بالخروج إلى مساكنهم وفعلوا. وكان خروجهم من الشعب في السنة 10 من النبوة، وقيل كان مكس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشعب 2. وحكى أبو محمد عبد الملك بن هشام عن أبي عبد الله محمد بن إسحاق رحمه الله في سبب نقد الصحيفة غير ما قدمناه مما حكاه محمد بن سعد عن الواقدي. قال ابن إسحاق بعد أن ذكر من شدة ما لقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب من الضائقة ما ذكر، ثم قام في نقد الصحيفة التي تكاتبت فيها قريش على بني هاشم وبني المطلب، نظر من قريش ولم يبلى فيها أحد أحسن من بلاء هشام ابن عمرو ابن ربيع ابن الحارث ابن حبيب ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي، وذلك أنه كان ابن أخي نضلة ابن هاشم ابن عبد مناف لأمه، وكان هشام لبني هاشم واصلا، وكان ذا شرف في قومه، فكان يأتي بالبعير وبني هاشم وبني المطلب في الشعب ليلا وقد أوقره طعاما، حتى إذا أقبله فما الشعب خلع خصامه من رأسه، ثم ضرب على جبينه فدخل الشعب عليه ويأتي به قد أوقره برا،
فيفعل به مثل ذلك. قال ثم إنها مشي إلى زهير أبي أمية ابن المغير المخزومي، وكانت أم عاتكة ابن عبد المطلب، فقال يا زهير وقد رضيت أنا وقد رضيت أن نأكل الطعام ونلبس الثياب وننكح النساء وأخواله، حيث قد علمت لا يفتاعون ولا يفتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم. أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم ابن إكام ثم دعوت إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا. قال ويحك يا إشهام، فماذا أصنع؟ أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها. قال قد وجدت رجلا. قال من هو؟ قال أنا. قال له إيه؟ ابغنى ابغنى ثالثا. فذهب إلى المطعم ابن عدي فقال له يا مطعم، أقد رضيت أن يعلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافقا لقريش فيه؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتنجدهم إليها منكم صراعا. قال ويحك، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال قد وجدت ثانيا. قال من هو؟ قال أنا. قال ابغنى ثالثا. قال قد فعل. قال من هو؟ قال زهير. قال ابغنى رابعا. قال فذهب إلى أبي البختري البختري ابن هشام فقال له نحو ما قال لمطعم، فقال وهل من أحد يعين على هذا؟ قال نعم. قال فمن هو؟ قال الزهير والمطعم وأنا معك. قال ابغنى خامسا. فذهب إلى زعمة ابن الأسود ابن المطلب فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال نعم. ثم تم له القوم فابتعدوا خصم الحقول ليلا بأعلى مكة، فاجتمعوا هناك وتعاقدوا على القيامة في الصحيفة حتى ينقضوها. وقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير عليه حلة فطاف ببيت سبعا، ثم أقبل على الناس وقال يا أهل مكة، أنا يأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم أزكى لا يفتعون ولا يفتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد كذب والله لا تشق. قال زعمة بن الأسود أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حتى كتبت. قال أبو المختري صدق زعمة، لا نرضى ما كتب ما كتب ما كتب فيها ولا نقربه ولا نقربه. قال المطعم صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو ونحو من ذلك. فقال أبو جهل هذا أمر قضى بليل وتشور فيه بغير هذا المكان، وأبو طالب جالس في ناحية المسجد. وقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرض قد أكلتها إلا بإثم اللهم. ثم حكى إلى ابن هشام نحو مما ذكره الواقدي من خبرها على ما قدماه، وأن أولئك الرهط الذين ذكرناهم صنعوا ما صنعوا مما ذكرناه بعد كلام أبي طالب، والله تعالى أعلم.